صباح الفل والهنا والسعاده على كل الناس اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي. اهلا بيكم ويلا بينا نكمل رحلتنا اللي لسه مكمله من امبارح. احب افكركم ان الاسرتين وضيوفنا اللي منورينا النهارده ومكملين معانا اسره الاستاذ عمر وملك ومامتهم نرمين وباباهم محمد، واسره الاستاذه ايسن وبيرلا ومامتهم سمر وباباهم اسلام. قبل ما نكمل لعبنا وتحدياتنا وطبخنا وحوادتنا، تعالوا بقى نفتكر ايه اللي حصل امبارح ونرجع على طول. يلا بينا نبدا على طول. ريدي ستيدي جو. احمر، اكتر حاجه عمر بيحب يسمعها؟ لا انا مش قاعد معاهم في البيت. ثقه رهيبه من ملك فيك يا مرمى. حكايتنا اسمها تاج الربيع. يلا يا سلام. انا قلت لك 100 مره، انا قلت لك 100 مره، انا لسه انا لسه انا لسه صغيره، انا لسه صغيره. الله، والنبي حلوه وطعمه. جينا بقى اللعبة من لعب بابا وماما، الشوال. اكيد كنا كلنا بنلعب في التسعينات لعبه الشوال، ولا ايه؟ ولا ايه؟ اه ماشي. هنبتدي بالابهات بقى الحلوين. يلا بينا كل واحد يجهز كده ويلبس الشوال. هنروح يا اولاد نسلم على ماما ونرجع تاني على طول نبدل الشوال لحد ما نشوف مين الفريق اللي هيبقى بيسبق في التبديل وفي الملوحه والمجاي. جاهزين؟ جاهزين. يلا ريدي ستيدي اند جو. حماس حماس. سلم. ايوه ارجع بسرعه. برافو. هاي هاي هاي. حاسب حاسب. يلا بسرعه بسرعه. لبس. يلا لبسها. لا لا غيروا غيروا الشوال. يلا بسرعه. عمر غير ورايح بسرعه يا عمر. يلا يا مرمر. برافو يا مرمر. يلا يا مرمر سلم على ماما. ارجع يا عمر. برافو يا ايسن. برافو يا ايسن. ارجعي سلمي على ماما. حاسب يا مرمر. يلا بينا ارجعوا ارجعوا. يلا بدلي بسرعه يا ايسن. برافو. بدلي يا بيرلا. يلا يا ملك. برافو احنا بنفس الحته. يلا يا بابا ساعدهم. يلا يا ملوكه شاطره. يا ملك سلمي على ماما. برافو ارجعي. يلا يا بيرلا. يلا يا بيرلا. ملك قربت توصل. ملك وصلت بسرعه. الفريق الاحمر وصل وبيرلا خلاص بتوصل، بس طبعا اللي سبق هو الفريق الاحمر. برافو 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 برافو. يلا بينا نروح نشوف العاب التحدي عندنا النهارده ايه. ايه الشطاره دي؟ جينا بقى لعبه الكوره والاجوال، وكل طبعا واحده عارفه هتعمل ايه، صح كده يا مامات؟ طب يلا بينا نبتدي على طول، وانتوا برضو عارفين هتعملوا ايه لما الكوره تروح هتجيبوها بسرعه. ايه ايه ده ايه ده اسلام مش ممكن. قاعد بقى اللي هو ايه. يلا ازاي كده ازاي جاهز كده. طيب جاهزين؟ قعده الاسره دي اخبارها ايه معاكم؟ تمام مفيش ايدين. معلش بقى ما هي اللعبه كده. يلا بينا. واحد. الله. واحد. يلا بسرعه. 1-0. اتنين. انت ازاي بتلعبي كده بقى؟ ما انا قلت اتنين. ماشي يلا اتنين. يلا الله الله الله. ماشي يلا تلاته. برافو. يلا يا مك. برافو. تلاتة. هنا بقى تلاتة. يلا يلا تلاتة. كانت هتخش. مفيش ايدين في الموضوع. يلا أربعة. حلوة قوي يا محمد. أربعة. جامدة جدا يا إسلام. مش ممكن التفاني. يلا خمسة. أي ماشي خمسة. حلوة قوي. ده انتوا الطوال بقى مع بعض وفاهمين ايه تعملوا ايه. يلا ستة. اي ستة. حلوة قوي حلوة قوي الماتش ده. ماشي يلا بسرعة يا بيرل. سبعة. سبعة يا ماما. اي حلوة قوي. سبعة. اي عاجبني جدا اللي بيحصل ده. ماشي يلا تمانية. كده 2-1. 8.
ماشي 2-1 للفريق الاصفر. يا حبيبتي هاتي الكوره جوه اهي. يلا احنا في رقم ايه؟ 9. يلا 9. برافو 9. برافو حلوه قوي. انتوا بتلعبوا حلو. اخر كوره 2-1 لصالح الفريق الاصفر. 10. اخر كوره حلوه جدا. 10. 2-1 لصالح الفريق الاصفر. ماتش قوي جدا ما بين الابهات. طبعا طبعا يعني تحيه وتشيك هاندز طبعا. يلا نخش نشوف ايه بقى تحديات تانيه عندنا النهارده. شكرا. تحدي جينجا بقى وهنشوف مين النهارده اللي هيوقع البرج من الاسرتين الحلوين الطعمين اللي منورنا. مين هيعترف على نفسه من قبل ما يجرب؟ مين هيوقع البرج؟ ما حدش هيعترف. حلو قوي قوي قوي. هنشوف بقى مين بقى فعليا. اتفضل استاذ اسلام على طول كده. لا اتفضل وقع على طول. ثبات انفعالي، تركيز، دقه، فاهم شويه حاجات في بعض كده بتتطلبهم هذه اللعبه. الله. انا بس عايزه افكرك ان البنات نفسها تلعب والله. والله فاهم يعني يا ريت نوصل لهم. طب شوف غيرها. اي بس قولوا له اي حاجه. برافو برافو. ايوه معانا. بالراحة. بابا بابا تقول لك بابا. شاطر يا بابا. نايس. ماما انت. ماما ماما انت يا حبيبتي. ماما بالراحة يا دكتور. الله اشمعنى بصي بيبص لهم ازاي؟ يا عيني بص لهم اللي هو ايه يا بنات في ايه؟ مفيش كده فعلا. اشمعنى ماما؟ الله 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 ايه يا دكتور؟ يا دكتور؟ ايه يا دكتور التعور ده يا دكتور؟ انت قلتي انت دكتورة ايه؟ دكتورة صيدلانية. طب اسميه ايه؟ طب شوفي غيرها انت بنتي وعوجتي البرج كله. ما مثلا بقت صعبه قوي. تعرف هتعرفي بتقولي النبي ثقه عمياء. لا 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 الثالثه بتاعته. ايوه يا ولد. يلا يا باشمهندس عيب قوي بقى لو انت ايه ماما بقى هندسه بقى وكده. الهندسه يقول لك هندسه يا ماما. طب ايد واحده ما تسقفش بس توقع برج عادي. الله برافو. لا هندسه. ايوه كده ماشي برافو. فيرلا جربي وبالراحه. تعالي بصي انت مش عارفه اول مره تلعبيها صح؟ تعالي نجرب مع بعض كده ايه ممكن اكتر واحده تطلع بسهولة. تحسسي كده. سهلة خالص بتقول لك شكلك هتوقعيها وايه؟ جربي كده بايديكي، حطي صوابعك كده وجربي ايه اللي ممكن تطلع معاكي لوحدها. مثلا لا طلعتش. جربي تلاقي هنا. بلاش دي. جربي تشيلي واحدة من الجنب، جربي تزقي واحدة من النص. ايوه مثلا ثقه في اختك شويه يا حاج. برافو يا بيرل. حاضر يا كتير جميله ايسوني شاطر. ايد واحده يا بيرل معلش ايد واحده انت اول مره تلعبي. برافو والله برافو شاطر. انت بقى قالوا لي ايه عمر؟ قال لي هي الوحيده اللي بتعرف تلعبها عندنا فهي واضح انها فعلا جايه عارفه هي هتعمل ايه. برافو يا ملك. ايه الثقه دي يا ملك؟ يلا يا ايسوني. لا ايوه ايوه سلام.
سلام. العكس. برافو. يلا يا عم. يلا يا مرمى. في واحدة يا عمر طالعة جاهزة، تعالى نشوفها من هنا كده. أنا نفسي بقى في العكس. عمر. بص يا عمر. شايفة؟ طالعة لوحدها. مش شايفة؟ أوكي. العند جميل. جميل العند بس شاطر. هو برضه محدد هدفه من قبل ما يخش. اه برافو. برافو. برافو يا عمر. برافو. اتفضل. اه والله دورك، تصدق؟ ايه بقى؟ ايه بقى؟ ايه بقى صحيح؟ ايه بقى؟ ما في واحدة اهي يا جماعة طالعة. ايوه. الله؟ معقولة؟ يلا صعبوها أكتر. يلا. أنتوا بتلعبوها في البيت أصلاً؟ تعالى كده بس. يا كده يا كده، تعالى نشوفك كده، نشوف إيه تختار إزاي. تلعبوها أصلاً في البيت؟ بلعبها تحت فين؟ في الشارع. بجد؟ أوكي. نايس. يلا يا دكتور. اه الله دكتوره. دكتوره يلا يا باشمهندسه. احب افكرك ان انت بالذات ما ينفعش توقعيها. يعني فاهمه؟ اخدنا بقى في اعدادي بقى صح؟ حاجات بقى ليها علاقه بالحاجات دي ولا لا؟ لا. بروف. يلا. انا علمتك بقى فانت المفروض خلاص فهمتيها. اعتمدي على نفسك بقى عشان احنا عملنا ايه؟ انت عملتي حركه انا مش مصدقه ان انت عاملاها. اوكي. خلاص اصلا قربت تقع. يلا يا بيرلا محتاجة تاخدي قرار. يلا يا بيرلا. آه. أنا آسفة أنا مضطرة أوترك يعني وأقول لك بقى خمسة. فوق. أي ممكن دي. خمسة. مش هعرف أوترك أكتر من كده. ها شيليها شيليها يا بيرلا اللي انت طلعتيها اوريدي فوق بالظبط. كأنها وقعت بالظبط. يعني للأسف الشديد يعني. ماشي هنروح نكمل تحدي تاني ونشوف. بس يعني عاجبني قوي ان هو وقع واقف دي. يعني أول مرة برج يقع واقف. يلا نشوف التحدي اللي بعده ايه ونرجع تاني على طول. جينا بقى للعبة جديدة من ألعاب التحدي ونشوف بقى هنعمل إيه في اللعبة اللذيذة دي. لعبة الإيد والرجل. عارفين هتعملوا إيه؟ أوه. عارفين يمينكم من شمالكم؟ أوه. طب يلا نبتدي على طول. يلا أيسونا على طول وإحنا واقفين كده. يلا هنشجع أيسن. ريدي ستادي جو. برافو. في نفس الوقت. برافو يا أيسن. في نفس الوقت يا أيسن وما تطلعيش فوق. اطلعي بره خلاص. تعالي. يلا يا عمر. يلا.
شاطر يا عمر. يلا يا مرمر في نفس الوقت. برافو. لحقتي نفسك. في نفس الوقت وما بنفكرش كده. الايد والرجل في نفس الوقت يا مرمر. في نفس الوقت. يلا يا عمر. يلا اللي بعد. طاطر. عمر في نفس الوقت يا عمر. يلا. جامب في نفس الوقت. برافو. ها. يلا 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 بسرعة. برافو يا عمر. برافو. آخر واحدة يا عمر بسرعة يا عمر يلا. أيوة. برافو. برافو يا عمر. ماشي يلا. بيرلا. يلا يا بيرلا. يلا يلا. أي يلا معلش يلا يلا. يلا. برافو. برافو. برافو يا بيرلا. برافو جدا. ها يا بيرلا بسرعة ما تفكروش يلا. ايوه برافو. برافو جدا. ها برافو. برافو. هايله. لا غلط كانت الرجل اليمين. معلش كده ايه جميله. يلا يلا يا مك. يلا يا ملا. عمر عدى. برافو يا ملا. يلا يا ملا في نفس الوقت يا ملا وخليكي تحت. يلا يلا يا ملا بسرعه. برافو يا ملا بسرعه اسرع. برافو ماشي. ها برافو. يلا يا ملك بسرعة. ماشي يا ملك. يلا ملك وعمر عدوا. آيسن وبيرلا ما عدوش. يلا يا بابا. يلا يا بابا. هو والله. يلا ما عايزين ننقذ أي حد من الأسرة دي يمكن تجيبها. يلا يا بابا. برافو يا بابا. إيه يا بابا الرشاقة دي. برافو يا بابا والله شطارة. من فضلك. الله من فضلك. من فضلك يا بابا بتقول لك الحقنا يا بابا. يا بابا حتى انت غلط غلط. اخر رجل كانت غلط يا بابا. يلا يا بابا معلش بقى ما بابا قدام بابا كده مفيش اي حد من الاسره دي عدى. يلا يا بابا. برافو يا بابا. برافو يا بابا. رشاقه برضو والله. برافو ابهات هايله. ها برافو يا بابا. برافو يا بابا. برافو على التركيز. برافو 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 كده كل الاسره دي عدت وكل الاسره دي ما عدتش. يلا نشوف التحدي اللي بعده هنعمل فيه ايه. يلا جينا بقى لاخر لعبه التحدي اللي بتكون فرقعه البلالين اللي محدش بيعرف يتوقع فيها مين هيكسب ولا لا. بس ايسن عماله تامن اختها تقول لها والنبي يلا اكسبي بقى عشان عمر عمال يكسبني من بدري. الفريق الاحمر عامل شغل عالي من اول الرحله دي. الفريق الاصفر بقى ان شاء الله يشد نفسه كده وحيله معانا. هنشوف عمر ولا بيرلا ايه اللي هيكسبه. ما عندناش اي توقعات بس عندنا تشجيعات صح ولا ايه؟ يلا بينا. ريدي ستاديان جو. يلا يلا يا عمر. برافو يا عمر من مكانك. من مكانك. عمر ايه مركز قوي. يلا يا بيرلا. انا باجي بتيجي فيها بس ما بتجيش. لو فرقعت لها بالونه هتتحسب لها. برافو يا عمر. خطوه خطوه يا عمر بس من هنا. يلا 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 يا بيرلا واحده بس. عمر فاضلك واحده كمان. برافو. يلا يا بيرلا يا عمر. ايوه يا بيرلا اخيرا واحده. يلا يا عمر. يلا لا 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 لسه. يلا يلا خلينا. يلا يا عمر. برافو يا بيرلا. خطوه يا بيرلا. خطوه زي عمر زي عمر جنب عمر. يا حبيبتي اطلعي انت. يلا يا بيرلا. يلا ونبي. ها يا عمر. برافو خطوه يا عمر بس من عندك. يلا يلا من عندك. لا زي ما انت زي ما انت يا بيرلا زي ما انت ما تتحركيش بس. يلا ها. يلا يا بيرلا. يلا ايوه كانت هتيجي كانت هتيجي. برافو يا عمر خطوه كمان بس. صح انت صح صح انت صح. والنبي ايه الامانه دي. امين قوي يا حبيبي. خدي من الارض. يلا خدي من الارض يا بيرلا. يلا يا بيرلا. يلا يا عمر. قدمي يلا يلا. اي يلا يا بيرلا ايه الحنيه دي. يلا يا مرمر. برافو خطوه يا بيرلا بس يا بيرلا. ايوه كده. يلا يا عمر. برافو خطوه كمان يا بيرلا بس من عندك من عندك. يلا يا عمر. يلا يا عمر. يلا يا عمر من عند. يلا بسرعه. يلا دلوقتي بيرلا بتحاول. يلا يا عمر من ناحيه من عند بيرلا بس من عندكم من عندكم. مين اللي مين اللي هيكسب؟ مين اللي هيعمل بالونه خضراء؟ مش عارف. دايما
دايماً اللعبة دي تبقى أولها غير آخرها. بيرلا جابت لك حقك يا آيسن، وبكده يبقى خلصنا تحدياتنا. تعالوا على طول نشوف هنعمل إيه بقى في البلاي ستيشن. هنشوف بقى البنات هتعمل ايه بقى النهارده في بلاي ستيشن، والنهارده هنلعب عربيات، فيعني ايه عايزين نحسن بقى ايه سمعه موضوع البنات بتسوق ازاي ده. انا شخصيا بسوق حلو جدا، واعرف بنات بتسوق زي الفل، واعتقد ان انتوا لما تكبروا هتسوقوا حلو قوي. هنشوف بقى في بلاي ستيشن هنعمل ايه. اوكي يلا بينا، يلا بينا، يلا ابتدى السباق. ده سباق بقى، فاحنا ايه ايوه نجهز كده. مين بقى؟ العربية الحمراء الأستاذة ملك، والعربية الصفراء الأستاذة بيرلا. أهم حاجة ناخد بالنا من البنزين يا بنات، مهم قوي نفول. أهو ده بنزين، برافو يا ملك. بيرلا ده بنزين، برافو يا بيرلا. ملك في المركز ال 18، بيرلا في المركز ال 20، بقت في 16 ملك فجأة. بنزين يا ملك، أهم حاجة البنزين. بنزين يا بيرلا، برافو. 18 و 19 فيرلا ورا ملك. يلا يلا بسرعه بس ملك ايه؟ اهو بنزين يا ملك، مهم البنزين. هفضل اقول لك مهم البنزين. فيرلا مركزه، فيرلا جدا، برافو. برافو. الله الله، ملك في ال 13 15. شفتي بقى ملوكه؟ خليكي في النص يا ملك. يا ملك ما تخبطيش عربيات حد غلط كده، خدي خدي الانرجي. ايوه برافو. 11 ملك في ال 11، فيرلا في ال 19 لسه. فيرلا يا عيني ايه؟ ملك ايه؟ ممتلكات عامه دي يا فيرلا. 10 عماله اقول لك يا فيرلا خدي بنزين، اديكي اوت اوف. شفتي بنزينها خلص للاسف. فيرلا للاسف بنزينها بيخلص. خلي بالك بقى لما تلاقي بنزين لازم تاخدي بنزين. دكتوره يا مكر، جمعي بنزين يا بيرلا، برافو. شو بعيد عنها يا ملك، خلي بنزين. والاحمر بيفوت البنزين بس في مركز العاشر، شفتي؟ لسه بقول اهو، برافو. خدت بنزين، فولت ملك. للاسف بيرلا از اوت اوف بنزين، بس ملك لسه مكمله فاينل لاب في المركز العاشر، ما عندهاش بنزين برضو. هل هتواجه نفس مشكلة البنزين؟ مش عارفة. في بنزين جاي، برافو. ده مش بنزين، ما كانش بنزين بس كان انرجي. ماشي. لسه ملك في المركز العاشر ولسه عندها مشكلة بنزين. أخذت شوية بس فوتت الانرجي، معلش. بقت في التاسع. نايس. نايس 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 ريس يا بنات، سباق لطيف جدا جدا. ملك طبعا كسبت في المركز التاسع، وللاسف بيرلا وقفت عشان ما فيش بنزين، وده يفكرنا دايما ان احنا لازم نفول بنزين قبل ما نطلع يا بنات ويا اولاد ويا رجاله ويا ستات طبعا. يلا بينا نروح نشوف عندنا ايه تاني ونرجع على طول. جينا بقى للكونكت فور وهنشوف مين من الاسرتين اللي هتعرف بقى تكون الاول اربع كور جنب بعض في صف واحد، ايا كان بقى اتجاههم ايه. جاهزين؟ جاهزات بقى، انتوا جاهزات؟ يلا بينا يا بنات ويا سيدات، ونبتدي بالفريق الاحمر. احمر دخلت، برافو. اصفر يلا، ما دخلتش. احمر يلا، برافو. الله، اصفر ماشي، احمر برافو. الله عليكي الله عليكي. اصفر ماشي، حلو قوي. ثانيه واحده ثانيه واحده، ادخلها بس اهي. يلا الدور على الاحمر. احمر ماشي، اصفر ماشي، احمر. ماما برافو يا ماما.
فاضلك كوره وتبقي خلاص اصفر، حاولي توفي تقفلي عليها بقى. ماشي ما قفلتش عليها، يلا احمر. والله برافو طبعا. كانت هتيجي. ماشي يلا اصفر بالظبط، احمر. برافو برافو طبعا طبعا طبعا. قاعده محدده، مهندسه مهندسه محدده هدفها من الاول. طبعا الفريق الاحمر هو اللي كسب بوضوح شديد جدا جدا جدا. يلا نروح نشوف يحيى وكنوز هيقولوا لنا ايه النهارده ونرجع تاني على طول. اهلا بيكم يا اصحابي، دلوقتي البالون هياخدنا ويطير في مغامره جديده مع يحيى وكنوز وسينو عن الصناعه والزراعه في مصر القديمه. يلا بينا نشوف. لو سمحت يا كنوز قولي لي البلايستيشن بتاعي فين. ما اعرفش، دور عليه هنا ولا هناك. انا بصراحه يا يحيى مش فاهم انت بتقول ايه، وحاسسها تعويذه سحريه وخايف منك جدا. لا يا سينو مش تعويذة، دي لعبة عادية يحيى بيلعب بيها. ده جهاز يا سينو كده موجود في العصر الحديث ومصنوع مخصوص عشان نلعب عليه ألعاب حلوة قوي. انتوا الصناعة في زمانكم تطورت جدا يا يحيى. دلوقتي يا سينو بقى في مجال اسمه الصناعات التكنولوجية. هما المصريين القدماء عرفوا الصناعة؟ طبعا، وكانوا متقدمين فيها كمان. طيب كانوا بيصنعوا ايه يعني يا سينو؟ صناعة الفخار كانت واحدة من صناعات قمة المهمة. المصريين القدماء اعتمدوا في بيوتهم ومعابدهم وحياتهم اليومية على الأواني الفخارية، وفيه كمان الحدادة والنجارة واستخدام النحاس والبرونز لصناعة أدوات الحفر والنحت وشق الأشجار عشان يقدروا ياخدوا الخشب منها ويستخدموه في صناعة المراكب والتماثيل الخشبية وحاجات تانية كتير. وكانوا بيستخدموا القوارب الصغيرة للحركة من مكان لمكان على شط النيل. المصري القديم كان بيستغل كل موارد الأرض اللي هو عايش عليها عشان يقدر يخلي حياته أحسن. اكتشفوا الأحجار الكريمة والمعادن واستخدموها في الصناعة وعرفوا الحرف اليدوية وكانوا مميزين فيها. طيب الخشب وعرفنا استخدموه في إيه؟ والأحجار في التماثيل والأهرامات، المعادن بقى عملوا بيها إيه؟ أسلحة الجيش، عقود وخواتم وحاجات كتير لزينة المرأة. كل واحد فيكم شاف الجزء اللي يهمه في الموضوع. يحيى بكرة يبقى شاب قوي ويدافع عن بلده، وكنوز تبقى ست جميلة شبه سيدات قمة العظيمات. يعني مين فينا اللي صح ومين اللي غلط؟ انتوا الاتنين صح. المعادن فعلا استخدموها لصناعة أسلحة الجيش، الدرع والخنجر والسهم والرمح وحاجات تانية كتير، وبرضو استخدموها لصناعة حلي المرأة. الستات في كيميت كانوا جميلات ومش شبه أي ستات في الدنيا يا كنوز. عرفوا كمان صناعة مساحيق الجمال. توعدني يا سينو لما نرجع العالم القديم تخليني أعمل خط موضة باسمي كنوز فاشون. يا سلام هيبقى تحفة تحفة. وانتي توعديني إنك تعلميني إزاي ألعب بالميكانو ده. طيب وانا هعمل إيه؟ انت بقى تقول لي طريقة صناعة البلايستيشن ده، ولما ارجع كيميت هصنع جهاز شبهه واقول لهم اني انا سينو اللي اخترعته. فكرة التجارة كانت قايمة على المنتجات الزراعية أو التجارة مع البلاد القريبة من كيميت. وكانوا بيجيبوا إيه من البلاد القريبة من كيميت؟ كانوا بيجيبوا حاجات كتير قوي زي الزيوت والنباتات والأخشاب والحيوانات البرية اللي مش موجودة في مصر. انتوا عارفين كمان يا أصحابي إن المصري القديم هو أول من صنع الزجاج؟ ودلوقتي يا أصحابي خلصت حكايتنا، استنونا في حكاية جديدة ورحلة سعيدة. We'll be right back.
وصلنا بقى في رحلتنا للمطبخ، والحقيقة ان احنا من بداية الرحلة عمالين يسألوني يقولوا لي هنخش المطبخ امتى، هنخش المطبخ امتى. هل ده معناه ان انتوا بتحبوا جدا تساعدوا ماما في المطبخ؟ اه بجد؟ وبتعملوا اكل بقى وشرب وعصاير وحركات؟ اه. طيب احنا النهارده عندنا حاجه لذيذه قوي، عندنا مجموعه فواكه هنعمل بيها عصير، وعندنا مجموعه خضروات هنعمل بيها شوربه خضروات، فاكيد الفوائد فظيعه وجاهزه جدا جدا جدا. عندنا بقى ايه هتساعدوني النهارده بقى يا اولاد ويا شباب ويا بنات؟ حضرتك هتحطي الموز، عندنا موز، وحضرتك هتحطي التفاح. حطوا لي يلا موز وتفاح، حطوا على طول يلا هنبلند. اه حطيه كده سميه، حطيه. لا مش لازم تقطعيه، احنا كده كده هنخلطه يعني، فانتي مش لازم تاخدي وقت زياده. بالظبط، تعبيش نفسك يعني يا استاذ. اسيبي اخر واحده من ليه؟ حط كله يلا يا عم. كله؟ ايوه. امال ايه؟ واعمل ايه تاني؟ هنحط برتقال يلا. ايه برتقال؟ يلا برتقال. برتقال حلو كده. المكان مش هيكفي. لا هيكفي، ما كله هيتخلط في بعضه. اوكي مش مهم، مش مهم. ممكن بقى ايه حاجه يعني اللي بنخلصه بنحطه تحت، ممكن تساعدينا يا شوشو؟ اوكي تحت. وبعدين هنحطه كده اهو. لسه هنحط لبن الاول. معنا لبن عشان يبقى ايه فواكه باللبن. يومي قوي قوي الكلام ده يا بنات ويا ولاد، صح؟ سهل قوي الموضوع. احنا عملنا ايه؟ جبنا تفاح قطعناه قشرناه، جبنا موز قشرناه، ممكن تحطي دي تحت يا مرمر، ممكن معلقه يا استاذه، وجبنا برتقان قشرناه وقطعناه، حطيناه كله مع بعض في الخلاط، حطينا كوبايه لبن كبيره، هنحط عسل عشان يبقى بقى ايه مسكر وفي نفس الوقت مفيد. العسل مفيد قوي صح؟ قوي قوي. العسل بيخليه مسكر، بيبقى مسكر وفي نفس الوقت مفيد جدا. جدا بقى مع ايه؟ بيكون كده مسكر مع العصير التحفه المفيد جدا اللي احنا عاملينه ده. بالظبط كده. يلا ممكن ست البنات شاطره. طبعا لازم ايه نتاكد ان احنا نبقى بنقفل البلندر بتاعنا كويس قبل ما نشغل. يلا يا مرو، يلا يا مرو. يا سيدي انا على الحاجات اللي بتتخلط في بعضها. شكله حلو قوي صح؟ بس حلو كده. شكرا يا مرمر. فين كوباياتنا الحلوه؟ اهي هنجيب الكوبايات بتاعتنا نصب العصير بتاعنا اللي هو كوكتيل مليء بالبروتينات والفيتامينز، فيتامين سي طبعا في البرتقال، والبوتاسيوم في الموز والتفاح، في فيتامين برضو. وان ابل ا داي كيبس ا دكتور اواي، بنقول دايما ده تفاحه واحده في اليوم تخلينا عندنا مناعه قويه. سلام على العصير، تسلم ايديكوا والله. خمس تفاحات في العصير خلينا اقوى، خلينا اقوى طبعا. بس هم مش خمس تفاحات يا مرمر، هم تفاحه متقطعه خمس حتت بصراحه يعني. يعني عشان ايه نبقى عارفين المقادير برضه. وكانوا ثلاث اربع موزيات، وكانوا شويه برتقان كده، برتقانايه متفصصه. ايه رايكم تدوقوا وتروحوا تدوقوا ماما، ونروح بقى نشوف هنعمل الشوربه بتاعتنا ازاي مع البنات؟ ايه رايكم؟ دوقوا كده. يامي حلو صح؟ روحوا دوقوا ماما. يلا يا بنات تعالوا نعمل بقى الشوربة بتاعتنا، هنشوف هنعمل شوربة الخضار ازاي. رحلة سعيدة، رحلة سعيدة. تعالوا بقى كده يا بنات نشوف هنعمل ايه النهاردة في الشوربة بتاعتنا. ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ايه ده يا ملك؟ لبن. لبن. وده ايه؟ مشروم. بروكلي. جزر. بطاطس متقطعه ومتقشره ومتقطعه طبعا. وده ايه؟ كوسه. ده مش خيار، دي كوسه. ودي كريمه بتاعتنا، اوكي؟ طيب بنعمل ازاي بقى الشوربه بتاعتنا يا بنات؟ بنعملها ازاي؟ طبعا بنفتح، هو في هنا، هو في هنا يا ملوك. بنفتح النار بتاعتنا ونخليها تسخن شويه، وبننزل بايه؟ دي ايه دي؟ سمنه. زبده. ايوه. مين بقى بيساعد ماما؟ قولوا لي. بتقفي بقى على النار؟ لا. ولا بتعملي ايه؟ انا بقف على النار. مين بيقف على النار؟ انا. وريني كده بقى، بتقفي على النار في كل الحاجات؟ ولا ماما بتبقى واخده بالها بقى من حاجه وحاجه؟ لا انا، ماما واقفه على حاجه وانا واقفه على حاجه. اهي ابتدت تسيح. يلا يا ست البنات سيحي الزبده.
ماشي ملوك، احنا هنا هنعمل ايه؟ احنا محضرين كل حاجه عندنا اوريدي، هنخلي ملك هي اللي تبقى بتسيح الزبده. اوكي، ممكن يا بيرلا تحطي شويه بصل مثلا معايا وهي بتسيح الزبده. شويه، معلش يا ست البنات كده، حطي يلا عشان تبقوا ساعدتوا بعض، حطي شويه بصل حلوين. ايوه بالظبط كده، شكرا. ايوه، اللي احنا مش عايزينه بقى بنحطه تحت، يلا حطيها في الدرج اللي تحت. انتي بقى يا قطقوطه، عشان دي حركه مهمه جدا، عشان بنسيح الزبده ومعاها البصل. ممكن تديني مساحتي؟ تعالي ناحيتي كده. ايوه شطوره. طيب مين بقى بتطبخ ايه اصلا مع ماما؟ احكولي كده لغايه ما ده يسيح كده، احكولي. انا بطبخ ساعات الرز، انا بعمل الرز وكده، وساعات انا بقى بجد تعملي رز من اوله لاخره يعني، تغسليه وتعمليه على النار؟ والله شاطره. اوكي، وايه كمان؟ انا بقعد اعمل الفطار معاها، وادي الاكل على السفره. اه، وتشيلي المواعين وتغسليها. وبيرلا بتعملي ايه؟ انا ساعات بعمل مكرونه بشاميل مع ماما. مكرونه بشاميل؟ تعرفي تعملي البشاميل؟ تعرفي؟ يعني ماما اللي بتعمله. بس طب هنعمل حركه كده شبه شويه، شبه الحته بتاعت البشاميل، بس طبعا احنا ما بنعملش مكرونه بشاميل. احنا هنحط ايه حالا؟ لبن. ده ايه؟ دقيق. دقيق. عايزك معلقه؟ لا، ممكن الدقيق اصله بينزل كده مع الدقيق بقى والزبده والبصل. بس كده حلوين قوي الحبه دول. لا مش عايزه تاني خلاص. هنقعد بقى ايه، دي مهمه قوي الخطوه دي، ان احنا الدقيق نقعد نقلب فيه كده، نقلب فيه كده، نقلب فيه كده، نقلب فيه كده. مين هتصب لي ميه؟ انا. بيرلا بقى، بيرلا ما عملتش يا ملوكه حاجه، استنى. يلا بيرلا، ممكن بيرلا صبي لي شويه ميه يا بيرلا كده. يلا اتفضل، امسكيها، امسكيها من هنا يا بيرلا، انت بتصبي. يلا، ايوه شكرا. حبه حلوين، حبه حلوين، حبه حلوين، احنا بنعمل شوربه. حبة حلوين، ايوه كده، شكرا يا ست البنات. ونقلب نقلب، شيلوا بقى شيلوا، نقلب 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 نقلب، نقعد نقلب 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 نقلب. طيب المفروض ان احنا نقعد نقلب حبة حلوين عشان نخلط الخليط في بعض. اوكي، طبعا احنا برضو ايه هنشوف الايه عندنا. هنعمل كده اهو، اوكي، ونقعد نقلب 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 نقلب. يلا تعالي هنا بقى يا ملوكه، اقعدي قلبي 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 قلبي. وهي بتقلب بتقلب بتقلب، هننزل الخضار بتاعنا. طبعا هتغلي، المفروض ان احنا هنسيبها تغلي، وهنقوم منزلين الخضار بتاعنا اللي هو ايه ده؟ بطاطس. الاول هننزل الحاجات اللي بتاخد وقت عشان تستوي، اوكي؟ وبعدين الجزر بياخد وقت. يلا في الدرج على طول نحط الجزر بتاعها. طيب ايه كمان بياخد وقت يا بنات؟ ايه كمان بياخد وقت؟ الكوسه. صح؟ هقول. كنت لسه هتقولي؟ ما قلتيش ليه؟ الكوسه. حلو الكلام؟ ماشي، حلو الكلام. وبعدين هنسيبها تغلي وهي بتقلب كده اهو، ونقوم حاطين ايه بقى؟ شوربه الماجي بتاعتنا. مرقه كده نقوم حاطينها، ونقلب نقلب نقلب، ونقوم حاطين شوية فلفل. احنا حطينا ايه؟ مرقة، صح؟ واحدة، يبقى معلقة فلفل واحدة. هنحط، لا مش قصدي، قصدي ان احنا لو حطينا مرقة واحدة، مرقة دجاج واحدة، مش هنحط ملح. هاتي بقى المرقة التانية، وبلاش نحط ملح خالص، هاتي المرقة المكعب. هنحط مرقة كمان، وما نحطش ملح خالص، هتبقى ألذ. اوكي، ونقلب نقلب نقلب نقلب. وبعدين بعد شويه، ايوه هتفضلي تقلبي، هتسيبيها هتاخد غلو، بعد غلوتين هتبتدي بقى الكوسه والجزر والبطاطس يطروا يستووا، نقوم حاطين ايه؟ البروكلي. بالظبط كده، بعد ايه؟ غليتين، صح يا بنات؟ حط شويه بروكلي حلوين كده. هتسيب كله، انا بحب البروكلي. بتحبي البروكلي قوي؟ والله ما هي راجعه اهي، حطيناها كلها، هتدوقيها حالا. وبعدين
بعد برضو غليتين من البروكلي نحط شوية مشروم. يامي بقى، يبقى يامي قوي 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 قوي. الحاجات دي بقى طبعا بتاخد وقتها انها تغلي. طيب بعد ما تغلي يا بنات، وبعد ما تبقى خلاص شربت ميتها وقربت انها تستوي، هنعمل ايه؟ اخر خطوتين هنحط شوية لبن حلوين عشان تبقى وايت، وشوية كريمة زراف برضو عشان تبقى وايت وايت يعني، ونسيبها تغلي وتقلب خالص خالص خالص. قلب. نحطهم تحت طبعا، قلبيها. وهنبقى بنحطها ده ايه ده؟ ده بودرة توم. بما اننا حاطين بصل ومحطيناش توم، هنحط توم بودر. اوكي؟ كده هي تقريبا جاهزه انها تبقى بتستوي كشوربه، خلاص؟ هنغطيها ونسيبها طبعا تغلي بتاع 10 دقايق او اي حاجه، بس احنا بقى مجهزين لكم يا حبايبي الحلوين الشوربه بتاعتنا اللي هي بعد ما اتعملت واستوت على راحتها وخدت وقتها في الغليان، دي طبعا بتستوي لوحدها، نقوم احنا جايبينها كده اهو ومقدمينها ازاي كده اهو. انا اللي هصب. لا انا اللي هصب. دي بتاعتي دي بقى. ماشي. شايفين بقى بعد ما بتاخد وقتها طبعا بتبقى جميله، شامين ريحتها الحلوه. تعالوا بقى نصب كده الشوربه بقى في الشتاء يا ولاد، يا سلام. وشوربه الخضار دي فيها كل الخضروات اللي ممكن تبقى مفيده، وطبعا ممكن طول الوقت نزود شوربه الخضار بالذات، نزود فيها اي خضار بنحبه، اي خضار بنحبه نزوده. طبعا الشوربه اللي احنا لسه عاملينها دي هتطلع زي دي بالظبط، لان احنا مشينا على نفس الخطوات بفرق ان احنا مستنيين ايه. شكرا يا ملوك. مستنيينها تستوي على راحتها طبعا، والخضار يطرى ويستوي. بكده نبقى عملنا شوربه خضار لذيذه يامي بتدفي. هتموتي وتدوقي، دوقي دوقي، يلا دوقوا. لذيذه وبتدفي ومفيده، وكمان ساعدنا ماما وعملنا وجبه حلوه جدا جدا جدا. ايه رايكم يا بنات؟ حلوه. حلوه قوي ولا حلوه نص نص؟ حلوة قوي. حلوة قوي صح؟ بيرلا لسه بتدوق، وبيرلا بقى لسه بتدوق، انا كمان هجيب معلقتي عشان ندوق في الاخر. بس اقول لكم ان احنا كده يبقى وصلنا طبعا لنهايه رحلتنا النهارده، وهنروح بقى نشرب الشوربه الحلوه بتاعتنا. انصحكم تجربوها وتعملوها في البيت، ونقول لهم دلوقتي ايه؟ باي باي. يا سهيل.